كثير من الناس بتفكر ان العملات الرقمية هي المستقبل وبتستثمر فيها، لكن لو بدنا نشوف هالموضوع من منظور بيئي ممكن تختلف نظرتنا للمستقبل. ناخذ البيتكوين كمثال. في بداية عام 2017 كان البيتكوين بيستهلك 6.6 تيراوات ساعة من الطاقة سنويا، وفي عام 2021 وصل هذا الرقم ل 121 تيراوات ساعة في السنة، وهالكلام حسب دراسة للباحثين من جامعة كامبريدج، وهي نفس الكمية اللي بتحتاجها الجامعة لتشغيلها ل 700 عام. أكبر دول العالم اللي بيتم فيها تعدين البيتكوين هم الولايات المتحدة وكازاخستان وروسيا، وزي ما هو معروف الكهرباء في هاي الدول في الأغلب بتنتج من حرق كميات ضخمة من الوقود الأحفوري زي النفط والغاز والفحم، ولهيك شبكة البيتكوين مسؤولة عن توليد 73 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء سنويا، بما يعادل النسب اللي بتنتجها دول مثل تركمانستان أو النمسا. وهذا غير أنه تعدين العملات الرقمية بينتج عنه مخلفات إلكترونية من معدات وأجزاء للكمبيوترات بكميات مهولة، لأنه الاستخدام المتواصل لهاي الأجهزة بيتلفها وبيتطلب استبدالها بشكل دوري ودائم. شبكة البيتكوين بتنتج 38 ألف طن من مخلفات الهاردوير سنويا، كل الإحصائيات السابقة لعملة واحدة فقط، فما بالك بباقي 20 ألف عملة.